طبعا احنا معروف ان الفترة اللي فاتت في اجتماعات التيار الديمقراطي كان بيسعى لتشكيل تحالف واسع معبر عن القوى الوطنية المنتمية لخط 25 يناير و30 يونيو، وكان في مجموعة من الحوارات اللي دارت في هذا الاتجاه، والتيار كان حريص طوال الوقت اللي فات انه يشكل كتلة تقدر تحقق نجاح في انتخابات البرلمان المقبل في مواجهة بقايا نظام مبارك ومواجهة فكرة عودة جماعة الإخوان المسلمين أو زيول ليها في البرلمان الجاي. واللي عايزين نأكد عليه النهارده في ضوء يعني التطورات الأخيرة إنه التيار الديمقراطي بيؤكد مجددا على حرصه على هذه المصلحة باعتبارها مصلحة وطنية مش مجرد مصلحة انتخابية، وإنه حريص في الأسابيع المقبلة إنه يوسع دايرة تحالفه كتحالف سياسي إلى تحالف انتخابي مش قاصر على الأحزاب السياسية، وإنما بيتوجه لإنه يبقى فيه قوى مجتمعية حقيقية من نوع المنظمات النسوية أو النقابات العمالية والممثلين عن الفلاحين وحركات شبابية، وده التوجه اللي هيبقى له أولوية في حوارات التيار الديمقراطي حوالين تشكيل تحالف انتخابي في المرحلة الجاية، وقد يكون من بينها فكرة قيام التيار الديمقراطي بدراسة خوضه للانتخابات على القوائم بشكل مستقل. ربما يكون المطروح في هذه الفكرة قائمة من نوع صور مصر كتجمع للقوى المنتمية ل 25 يناير وال 30 يونيو. ده جزء رئيسي كان من اللي دار حواليه الحوار في اجتماع النهاردة. في أيضا المفروض أنه التيار الديمقراطي هيصيغ بيان في موقفه بشكل واضح من الفكرة المطروحة حاليا حوالين تأجيل أو تأخير موعد الانتخابات البرلمانية، وإحنا بشكل قاطع أحزاب التيار الديمقراطي ضد هذه الفكرة لأنها بتعرض البلد لعدم اكتمال مؤسساتها، خصوصا في ظل استمرار سلطة التشريع بالإضافة للسلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية الحالي، ورأينا أن ده وضع مش صحيح ولا ينبغي أن يستمر طويلا، فضلا عن فكرة الاستحقاقات الدستورية اللي يفترض أنها تترجم إلى قوانين وتشريعات بما يشمل ذلك من تعديلات على قوانين حالية، وده دور رئيسي المفروض يقوم به المجلس مجلس النواب المقبل. وايضا مساله الرقابه على الحكومه فضلا عن تشكيل حكومه دايمه للبلاد محل اختيار من البرلمان وفقا للدستور الحالي. كل هذه الاسباب بتدعونا لنجدد مطلبنا بان تجري الانتخابات البرلمانيه في اقرب موعد ممكن، والتزام رئيس الجمهوريه اولا بالدستور وثانيا بما قاله هو نفسه بانه الانتخابات ستجري في نهايه العام بحد اقصى، ودي كلها استحقاقات نعتقد انه واجب عليها او على السلطه الموجوده حاليا من رئاسه وحكومه انها تعجل باصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه للمقاعد الفرديه. النقطه الاخيره كانت في ضوء يعني استمرار الوضع المؤسف اللي يتعلق بوجود كثير من الشباب المنتمين ل 25 يناير و 30 يونيو سواء على ضوء احكام تخص قانون التظاهر او في اطار قضايا حبس احتياطي. أحزاب التيار الديمقراطي وافقت النهاردة على مشروع بيان معد من عدد من المجموعات الشبابية والقوى السياسية، وينتظر أنه هيبقى فيه مؤتمر صحفي يوم 7 سبتمبر هتشارك فيه قوى التيار الديمقراطي مع أحزاب وقوى أخرى وشخصيات عامة ربما بعضها بينتمي للجنة الخمسين، وهذا المؤتمر المقترح لأنه يكون يوم 7 سبتمبر في نقابة الصحفيين. ده مجمل مدار في الاجتماع النهاردة. في بيان سيصدر عن أحزاب التيار الديمقراطي في موقفه بطريقة واضحة من مسألة الحوارات والتحالفات الانتخابية في إطار الفكرة الرئيسية اللي بنتكلم عنها عن توسيع يشمل القوى المجتمعية بشكل رئيسي مش فقط الأحزاب السياسية، وبيان آخر بيأكد على موقفه من مسألة ما هو مطروح عن تأجيل أو تأخير موعد الانتخابات البرلمانية. عن دكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد ورئيس اتحاد الوفد المصري بيتكلم فيها عن رفض بشكل واضح للتنسيق او وجود تحالف مع تحالف التيار الديمقراطي، وبيتكلم في وسط حديثه عن ان الشارع المصري وقف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسه وانتخبه، مش من المنطقي ان تحالف الوفد المصري يخش في تحالف مع قوى كانت بتدعم مرشح اخر الشارع المصري قال رايه فيه، وبناء عليه التحالف مع القوى اللي بتدعم المرشح الاخر دي هيخسر تحالف الوفد المصري اصوات ومش هيخليهم قوه في الشارع. فرد فعلكم ايه رغم ان انتم كنتوا احرص طول الوقت على التنسيق وفكره التحالف مع الوفد المصري؟
يعني اللي يهمنا في السياق ده، لأن التصريحات مشابهة عندي صدرت من قبل، اللي يهمنا في السياق ده هو التأكيد على أنه التيار الديمقراطي مقدم نفسه باعتباره بديل سياسي في هذا الوطن، ما بيطرحش نفسه باعتباره لا موالاة كما تسعى بعض الأحزاب، ولا باعتباره معارضة طول الوقت. احنا ما يتفق مع خط 25 يناير وأهدافها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، احنا هنبقى معاه بغض النظر عن مين الشخص أو مين الرئيس أو مين القوى السياسية اللي بتحقق ده، وبنقدم نفسنا باعتبارنا بديل عنده. وخلينا نذكر بانه تحالف التيار الديمقراطي اسس باعتباره مش تحالف انتخابي، تحالف سياسي بالاساس، عنده مشروع وافكار واهداف متسقه مع خط 25 يناير. في السياق اللي وليد بيقوله، يهمني بس اذكر انه مجمل الحوار النهارده منتهي لان احنا مستمرين في سعينا لتحالف وطني واسع ملتزم ب 25 يناير و 30 يونيو، وفي اتفاق على وقف مؤقت على الاقل للحوار مع الوفد في ضوء هذه التصريحات، لكن احنا هنبقى احرص ما يكون على تشكيل اوسع كتله وطنيه مرتبطه باهداف الثوره تخوض الانتخابات الجايه. وجزء من ده اللي اشرت له في فكره انه الامر مش هيبقى قاصر على احزاب سياسيه وانما يتسع لقوى مجتمعيه وشبابيه وغيرها. اتفضل. يعني اقدر افهم من حضرتك ان اتجاهكم او تفكيركم في خوض الانتخابات بشكل مستقل كتحالف ديمقراطي كرد فعل على تصريحات السيد البدوي؟ لا، هو الحقيقه مش رد فعل، هو ده خيار مطروح منذ بدايه تاسيس التيار، واحنا مش واخدين رد فعل، بالعكس احنا كنا مبادرين الى فعل يسعى الى تحالف واسع جدا متجاوز للخلافات التفصيليه، لكن البعض لا يزال متوقف عندها على حساب يعني اهدافنا اعتقد انها اهم، وكل واحد هيبقى فيه له خياراته بالتاكيد، والمرحله الجايه اعتقد انها يعني هتوضح مصير الحوارات السياسيه الجاريه، لكن المؤكد زي ما قلت انه احزاب التيار الديمقراطي حريصه جدا على انها تكون موجوده في الانتخابات الجايه، واذا الحوارات الحاليه ما انتهتش لتوسيع هذا التحالف على الاقل هي تبقى حريصه على وجود قوة اجتماعية موجودة معاها، وربما يبقى مطروح انها تخوض بشكل مستقل في مسألة القوائم تحت الشعار المطروح مبدئيا وهو فكرة ثوار مصر. خليني احط الكلام بتاع الدكتور سيد البدوي في السياق، في رفض من شباب التيار الشعبي وشباب الدستور، وفي رغبات مؤكدة وشباب الكرامة رفض تماما للتحالف مع الرفض المصري بقومته، مش الرفض بس، وكذلك رفض التحالف مع المصريين الاحرار اللي كان في النهارده لقاء بينسق مع التحالف معاهم. وعندهم طرح بديل وعندهم مبادره بديله ازاي التيار الديمقراطي يقول صوت الشباب عندكم ازاي سمعتوه وازاي هتتعاملوا معاه في اطار برضه من الطرف الثاني بيطلع تصريحات زي اللي انت سمعتها. لا، انا قلت من شويه مصطفى انه في مساله الوفد تحديدا في الحوار مع حزب الوفد تحديدا في قرار بوقف مؤقت للحوار معاه، قد نستكمله او قد لا نستكمله، يعني بحسب التطورات في الوضع هيبقى عامل ازاي. صوت الشباب في احزاب التيار الديمقراطي بالذات اعتقد يعني سواء التيار الشعبي او الدستور او الكرامه او التحالف الشعبي او غيرها صوت مسموع ومؤثر عند قياداته، واعتقد انه اذا كان في افكار مطروحه حوالين توسيع التحالف ده، لانه جزء من اللي احنا طرحينه هو فكره انه يكون في قوه شبابيه كمان من خارج هذه الاحزاب موجوده، فاعتقد انه ده هياخد مساحته من الحوار. لا لسه ما فيش اسماء محدده حتى الان. سؤال أخير، منذ قليل صدرت من لجنة الأندية تصريحات تتعلق بروابط الألتراس واعتبارها جماعات إرهابية. رد فعل القوى المدنية وجزء منها تخلف التيار الديمقراطي حوالين قرارات بالشكل ده وشايفين المهم ده جزء منه تحدي للشباب اللي كانوا مشاركين في ثورة 25 يناير؟ يعني طبعا انا ما اقدرش اجاوب باسم التيار الديمقراطي بطريقه واضحه لانه ده لم يناقش، لكن اكيد اذا كان في قرار رسمي صادر بطريقه من هذا النوع يعني هو محل دهشه على الاقل في اللحظه الاولى، قد يكون في بعض التجاوزات اللي بتصدر عن روابط الالتراس، لكن ده لا يعالج بهذه الطريقه اللي فيها فكره انه اي حد يختلف او يمارس عمل مش مقبول فيحسب في اطار الجماعه الارهابيه، ونعتقد ان ده يعني سيناريو مستمر بعد 30 يونيو مش بس تجاه الالتراس، تجاه كل ما يخص 25 يناير اللي ما حدش يقدر ينكر بالتاكيد ان الالتراس كان من الروابط الفاعله جدا تجاه الثوره ويعني احداثها المتواصله من 25 وحتى 30. انا بقول الكلام ده بصفتي الشخصيه تاني لان ده امر لم يناقش في اطار الاجتماع، وان كنت اعتقد انه يعني الارجح انه ده هيكون الاتجاه العام لدى هذه القوى.